بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، دي قواعد الوحدة السبعة، الدرس الثالث والرابع، وبكده يبقى خلصنا الدرس الأول والثاني كاملين من أسئلة قواعد وكلمات، والدرس الثالث والرابع قواعد وكلمات، واتبقى معانا فيديو واحد بس هنحل فيه الجزئية الثالثة. أول سؤال أو أول فكرة عايز أقولها لك، وأنت بتحل أسئلة المعلوم المجهول لو ما ترجمتش مش هتعرف تحل، لانك ممكن تدرك ان مثلا يسترداي في الجمله ماضي فتروح مختار لي ديد وتبقى انت خربت الدنيا، فترجم حضرتك. ذا هاوس ورك العمل المنزلي فعل ولا فعل بالامس؟ اكيد فعل، فعل دي مجهول يبقى ووز وير والتصريف الثالث. لو انت خدتها ديد هيبقى العمل المنزلي فعل، هو العمل نفسه. مام امي عملت الشغل اللي في البيت بالامس، يبقى ده معلوم، يبقى ناخد ديد. اسراء، بسال اسراء بقول لها ديد ذا كوكينج دو، هل الطبخ طبخه؟ طبعا ده مش منطق. طب التانية did you، يعني هل أنت طبختي الأكل؟ يبقى رقم بي دي معانا. was يعني هل الأكل طبخ؟ يبقى كده بي أند سي الاتنين معانا. خد بالك ده معلوم في آلة استفهام، سوري، فعل مساعد، فاعل، فاعل في المصدر، وهنا مفعول، وبعدين بعد المفعول الكوكينج، سوري was where، وبعدين المفعول والتصريف التالت، فده مجهول. طيب يبقى رقم بي معناه هل الأكل طبخ، وهنا هل الأكل طبخ، ودي معناها هل أنت طبختي الأكل. Where for holiday to the countryside؟ أين did you take، أين أنت أخذت، أخذت مين؟ لازم في مفعول هنا مش موجود فكده باظت. طيب where أداة استفهام فاعل مباشرة فده برضو لأ، يبقى where you taken، يعني أين أنت أخذت في إجازة. مستر عمر in a medical center at 5 yesterday، امبارح الساعة 5 المستر عمر، طبعا بما إنه امبارح فاللي فيها مضارع دي بره اللعبة، تفكيرك مش هيروح عليها خالص. was examining يعني كان يفحص، بس انت عشان تقول لي كان يفحص فانت بتقول لي كان بيفحص مين، مفعول بعدها مفيش مفعول، يبقى was being examined. ومعنى الجمله ان مستر عمر كان يفحص في مركز طبي بالامس. الجمله اللي بعد كده a famous doctor، دكتور مشهور، فحص الدكتور عمر بالامس، يبقى كان يفحص يعني عشانها مستمر، فهنقول بقى was examining. ركز في الفرق بين الاثنين كده، في رقم واحد بتقول لمستر عمر كان يفحص في مركز طبي بالامس، لكن هنا دكتور مشهور فحص او كان يفحص، فانت بتتكلم على معلوم. طيب الجمله اللي بعد كده for you when your plane landed، for you يعني من الاختيارات لما لمحناها كده، هو عايز يقول هل انت او هل كان احدا ينتظرك، فهنقول was anyone waiting for you، هل كان شخص ما ينتظرك، يبقى دي معدوله مظبوطه. was aware والمفعول وبعدين الفعل مضاف له ing او الفاعل واي ان جي، يبقى هل احد كان ينتظرك. طب وير يو بينج ويتد يعني هل كنت تنتظر، مظبوطه اهي، بس هل ينفع اقول لك هل كنت تنتظرك؟ مش هينفع، لكن هل كان احد ينتظرك فكده مظبوطه. فور وين يور بلين لاندد يعني هل كنت تنتظر، لان ما قاليش من المنتظر، ما قاليش من الفاعل، هل كنت تنتظر، يبقى وير يو بينج ويتد، هل كنت تنتظر. طيب احنا ليه ما ناخدش was anyone waiting for، ما هو هل كان اي احد ينتظر مين، لازم نكتب مفعول. was anyone waiting for you، was anyone waiting for علي، لكن where you been waiting يعني هل كنت منتظرا. what in the office when I called you there was too much noise، ماذا ايه في المكتب عندما اتصلت بك. what were you doing، ماذا كنت تفعل. what were you done، ماذا فعلت، مش معايا. what was being done، ما الذي كان يفعل، معانا برضو. يبقى كده انا معايا ايه ومعايا سي، الاثنين مظبوطين والاثنين صح. بعد كده when the last patient، عندما اخر مريض فحص، يبقى انا كده عايز مجهول. we are going to take him home، انت كده معاك هنا مضارع، اذا اللي هنا هيكون مضارع او مستقبل. طيب examine يعني يفحص، ده معلوم ودي بره اللعبه. has examined معلوم برضو معناها فحص بره اللعبة. is examining يفحص معلوم بره اللعبة، يبقى الإجابة أصبحت has been examined، يعني عندما آخر مريض يفحص سنذهب ونأخذه للمنزل. طيب when the doctor عندما الطبيب يفحص، يبقى أنا كده عايز مبني للمعلوم، عرفت منين إنه مبني للمعلوم هنا؟ من الترجمة، عندما الدكتور يفحص، الدكتور ده مفرد فمش هينفع نقول examine، المفروض كانت تبقى examines، حلو؟ فدي كده بره اللعبه وبره التفكير. is examining لما الدكتور يفحص المريض الاخير، نحن سناخذه عندما الدكتور يفحص، بعد اي رابط بناخد مضارع بسيط او مضارع تام، انا قدامي هنا مضارع تام.
مش هينفع ناخد مضارع مستمر. انت بتقول اي رابط بعد مضارع بسيط او تام والناحيه التانيه مستقبل، فده المفروض يبقى مضارع بسيط او تام. طيب فكان ينفع examines او has examined. طيب قال لي بعد كده collected yet. هنا بقى الجمله دي فيها افتكاسه كده عايزك تركز فيها. قبل ما نحل بس اقول لك الافتكاسه، عايزك تعرف ان كلمه collect دي لها معنيين. collect اول معنى ليها معناها يجمع، تمام، رقم واحد. رقم اتنين معناها يوصل شخص بالسياره. على سبيل المثال don't move، ما تحركش، I will collect you، انا هوصلك. حلو. او we collect بنجمع information مثلا، معلومات. وبناء عليه ممكن نستخدم has he been collected yet، هل هو تم توصيله بالسيارة بعد؟ وممكن نقول have the apples been collected، هل التفاح جمع؟ يبقى انت كده عندك A and C بمعنى مختلفة. طيب اللي بعد كده رقم أربعة، what not happened at home since I left this morning. والله يا مستر انا عندي اولا ان سينس عايز قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط اهو، فانا عايز مضارع تام، فانا هقول له وات هاف يو هابند، ماذا انت حدثت، مش معايا في اللعبه. وات هاز هابند، ماذا حدث. طب ليه ما نقولش وات هاز بين هابند؟ انت عارف ان في افعال ما تجيش مجهول زيها كلمه، او منهم يعني كلمه هابن يعني يحدث. ما ينفعش نستخدم كلمه هابن في المجهول، ملهاش وجود في المجهول. طيب كده احنا خلصنا الجزئيه دي، ادخل على اللي بعدها. بيقول لك when احمد not asked to do the shopping he reluctantly، معناها يعني بلا تردد يعني وافق. عندما احمد طولب منه، طولب ده مجهول، فهاد asked معلوم وهاز asked معلوم، ده مضارع وده ماضي، هاد بين ماضي وهاز بين ماضي مضارع، بس دي مجهول ودي مجهول، فتفكيري في الاثنين دول هاخدهم وفقا لمين؟ انا وفقا اللي عندي رابط ومعاه الناحيه دي ماضي، فالطبيعي الناحيه دي هيكون ماضي برضه. فوين احمد هاد بن اسكت، عندما سئل احمد ان يقوم بالتسوق هي ريلكتنتلي اجريد، الماضي. ركز تاني كده اكد على فكره، الجمله دي بما انها ماضي فحضرتك هتختار ان الحاجه برضه ماضي، والماضي اللي هو هاد بن، لكن هو عموما هاز بن دي مجهول برضه. وين مام، عندما الام طلبت من احمد ان هو يتسوق، انا عندي رابط ومع الرابط الناحيه دي فيه ماضي، فاللي هنا برضه هيكون زمنه ماضي زي الزمن الاولاني. طيب ماضي مين هو؟ طبعا هاز بره اللعبه لان ده مضارع، وهاز بين بره اللعبه مضارع. هشوف انا عايز معلوم ولا مجهول. عندما الام طلبت يبقى ده معلوم، يبقى هاد اسكيد. لو انت قلت لي هاد بين اسكيد يعني طلب منها. نوت تو ذا سكرتيري بيفور شي ليفت، للسكرتير قبل ما يغادر، بيفور وبعدها ماضي بسيط، فانا عايز هنا ماضي تام، وكل الناس اللي هنا جايب فيها هاد في الاول. فتعال نشوف بقى هاد ذا انستراكشنز ريبورتد، يعني هل التعليمات نقلت؟ لا ده معلوم. طب هاد يو، يعني هل انت ريبورتد نقلت التعليمات؟ مظبوط، هاد يو ريبورتد كده معلوم، بمعنى هل انت نقلت التعليمات. طب الاخيره هل التعليمات نقلت، عشان هاد وتصريف التالت، هاد بي وتصريف التالت يعني، يبقى دي برضه مظبوط. يبقى انا كده عندي اجابتين صح، اللي هي رقم بي صح ورقم سي صح. اللي بعد كده هاو نوت تو سكول before your father bought your private car، كيف أخذت للمدرسة؟ أخذ ده مجهول، طب هيكون زمنه إيه؟ ماضي تام، لأن before بعدها بسيط وقبلها تام. يعني أنا عايز هنا had been و past participle، يبقى how had you been taken، كيف أخذت إلى المدرسة؟ يبقى how had you been taken. خلصنا الجزئية دي كده، نشوف تحت مفيش. طيب الميني تيست نمبر 5، was awarded a prize، منح جائزة مين؟ أكيد فاعل اللي هو I، أو سوري مفعول اللي هو I. طب ما هو يا مستر مي دي ضمير مفعول، ضمير المفعول مي بيجي بعد الفعل held me و take me كده يعني. زي awarded يعني هم منحوني، أه لسه هقول لك بعد الفعل award فعل هي بعدها، هم منحوني يبقى مين. The brave man was believed، بص بقى لما نبدأ الجملة بالمفعول زي ما قلت لك في فيديو الشرح، بنجيب بعدها فيرب تو بي والباست بارتيسيبل وبعدين تو، وعند تو دي هنقف شويه. تو والمصدر عذرا تو والمصدر دي معناها ان يكرم، ده مبني للمعلوم، ركز، مبني للمعلوم ومضارع. طيب معلوم ومضارع، تو هاف اونورد ده برضه معلوم بس ده ماضي. طيب اللي فيها بي الباست بارتيسيبل فيها بي واي ان جي دي برضه معلوم بره اللعبه. To have been honored ده مجهول وماضي، ده مجهول وماضي. طب لو انت قلت لي to have honored يعني انه كرمه،
to honor انه يكرم. طب to have been honored انه كرم. طب الرجل الشجاع يعتقد انه كرم، يبقى to have been honored. طب لو خدنا دي يبقى الرجل الشجاع يعتقد انه كرم. كرم هو شجاع لانه عمل حاجة فهو اللي كرم. في رقم 4 it that، احنا متفقين اول ما تلمح it ومعاها that فانت عايز verb to be والباست بارتيسيبل او has been والتصريف التالت. دي از بيليفنج بره واز بيليفد برضه بره، عشان الاثنين دول مع ده از بيليفد مجهول ولكنه مضارع بسيط. طيب احنا كده مش هنطلعها بره ما دامها مجهول ومضارع بسيط، فمش هنطلعها بره. احنا متفقين عايزين مين؟ عايزين فيرب تو بي والباست بارتيسيبل. طيب يا مستر ما انا قدامي هاز، ما هو لو كانت هي مكتوبه هاز بين، يعني اللي هو كتب في النص هنا بين، كنا فكرنا فيها وكانت تبقى صح. سما از بيليفد، سما يعتقد انها to come first، انها تأتي في المركز الاول، او to have come first انها جاءت في المركز الاول. يبقى احنا هناخد to المصدر عشان ده معنى مضارع، و to have الباست بارتيسيبل اللي هو المعنى الماضي، وهما الاثنين احتمالين واردين لان مفيش اي تفصيل يبين لك ده مضارع ولا ماضي. There has been a breakthrough in communication sites since the internet. ايه بيقول لك؟ في انتشار شديد او واسع في الاتصالات منذ الانترنت اخترع. ده مجهول، was invented ده مبني مجهول، و invented ماضي بسيط بس معلوم معناه اخترع، وده يخترع ودي اخترع. طب لما دي اخترع ودي اخترع ليه ما كناش خدناش رقم بيه؟ الفكرة بتاعت الموضوع ده كله ان since عايز قبلها مضارع تام اللي هو has been ديت، وعايز بعدها ماضي بسيط اللي هو was invented. After I returned home، بعد ما رجعت البيت، I found my clothes by my sister، أنا لقيت إن ملابسي كويت. فالطبيعي إن الهدوم كويت الأول وبعدين سيادتك بالسلامة كده رجعت البيت، فرجوع البيت ده حدث تاني. طب زي الفل، إذا أنا عايز هنا حدث أولاني. طيب عايزه معلومة مجهول؟ لا مجهول. الحدث الأولاني بيكون زمن ماضي تام، يبقى أنا عايز ماضي تام مجهول، يبقى had been ironed. طيب اللي بعد كده what upsetting news، يا لها من اخبار سيئه. My friend's car، سياره صديقي دمرت. والله ده معلوم بره اللعبه وده معلوم بره اللعبه. طب هنقول has been damaged ولا had been damaged؟ الموضوع مش صعب. انت بتقول يا لها من اخبار سيئه، يعني معنى كده انك انت سامع الاخبار دلوقتي، يعني معناها كده ان مضارع، فعشان كده هنقول has been damaged. رقم سي، رقم دي. What the manager said in the meeting، انما قاله المدير في الاجتماع لم يكن متوقعا. فانت عايز مجهول، hasn't been expected ده مجهول ده معلوم، wasn't expecting ده معلوم، hadn't been expected ده برضه مجهول. فهنفكر في رقم ايه او رقم دي. بقول لك what the manager said، يعني معنى كده ان هو قال، فالجمله زمانها ماضي، اذا نختار رقم دي عشانها برضه ماضي. طيب unfortunately the stolen money، لسوء الحظ النقود المسروقه. ايه يت؟ يت يا مستر كلمه دل على المضارع التام، فانا هستبعد ده ماضي بسيط وده ماضي تام بره اللعبه. بس من سوء الحظ ان السياره المسروقه hasn't been restored، لم تستعاد، ولا hasn't restored لم تستعيد؟ لا لم تستعاد. يبقى انت عايز مبني المجهول، يبقى ناخد hasn't been restored. This nice، رقم 6 بيقول لك this nice story، هذه القصة الجميلة بواسطة طه حسين، أكيد كتبت، يبقى ده ماضي مجهول، يبقى was written. ده معناها كتبت، وده معناها يكتب، وده معناها يكتب، معناها كتب. نهى phoned me while dinner، نهى اتصلت بي بينما العشاء كان يجهز، كان يفعل، يبقى was were being past participle، ماضي مستمر مجهول. طيب مش وايل بيجي بعدها ويز وير اي ان جي؟ انا عايزك تفهم انك محتاج تترجم. لو انت قلت لي بينما وايل ذا دينر ووز كوكينج، يعني بينما العشاء كان يطبخ. افتر ذا هاوس بينتد وي فرنيتشد ات، والله انا عندي افتر ومعايا حدثين، ده حدث اولاني وفرنيتشد حدث تاني. الحدث الاولاني بيكون ماضي تام، فتفكيري كله راح لهاد بين وهاد، بس ده معلوم، هاد معلوم وهاد بين مجهول. بعد ما المنزل دوهينا لونا، يبقى مجهول. I don't know who the problem not by، أنا لا أعرف من اللي المشكلة حلت بواسطته. ركز، يبقى أنت تختار له was solved. طب ليه مش solve؟ دي معناها يحل، وsolve برضه معناها يحل. طب was solving يعني كان يحل، بره اللعبة. بعد كده
The first heart transplant operation. أول عملية نقل أو عضو القلب يعني فعلت، مجهول أهو، تمت، فعلت في بريطانيا من 20 سنة. والله أجود الماضي بسيط، يبقى أنا هختار لوز دان. طيب ليه مش ووز دوينج؟ هو العملية كانت تفعل؟ لا، العملية كانت فعلت. ولو خدنا هاد بين دان فعلت برضه، ولو خدنا هاز بين دوينج ببره اللعبة. فأنت مستبعد هاز بين دوينج لأن ده معلوم، بتفكر في ماضي تام وتفكر في ماضي بسيط. طيب ناخد مين فيهم؟ يقول لك هنا قال لك أجو، يعني كلمة بتعبر عن زمن الماضي بسيط، ف ووز دان. إت ذات، على ما يكون عندك إت وبعدها ذات، إذا حضرتك عايز فيرب تو بي والباست بارتيسيبل أو هاز بين والباست بارتيسيبل. عندك هاز بين باست بارتيسيبل أهي. إت ذات بيبول هاف ليفد هير فور سنتشيز. يو يعرف، أنت عايز مجهول، يبقى نقول إز نون أو هاز بين نون. بيفور ذا رابت، قبل ما الأرنب مو أمسك، أمسك ده مجهول. حلو، طيب بما إنه مجهول أنت عارف إن بيفور عايز بعدها ماضي بسيط، يبقى ووز وير والتصريف التالت، يبقى ووز كود. بعد كده ذا بوست مان، قصة اسمها ذا بوست مان اللي كتبها يحيى حقي، فيرست برايز موني حت، يبقى ووز وير والتصريف التالت، يبقى ووز اوردد. لو خدنا ووز اوردنج يعني كان يمنح، ودي معناها يمنح، وبعدها اوردد، اوردد يعني منحها. ذا رينج الخاتم، فقد بينما كانت تغسل الاطباق. فقد ده مجهول، وفقد ماضي يبقى ووز لوست. اور بروكن تشيرز الكراسي المكسوره، خاصه بنا، تو ذا ورك شوب الكراسي الخاصه بنا اخذت. الكراسي دي رمح يبقى وير تيكن. طب ليه ما ينفعش دول؟ هات تيكن دي اخذ، وير تيكن كان ياخذ، وتوك يعني اخذ. طيب اللي بعد كده هو ذا راديو انفنتد باي، من الذي الراديو اخترع بواسطته؟ انا قدامي باست بارتيسيبل، طيب انت بتقول اخترع مجهول، ما ينفعش هاد، لان هاد عايز هاد بين باست بارتيسيبل وهاز بين باست بارتيسيبل. طب هنقول هو ولا هو ولا از؟ انت بتقول من الذي اخترع الراديو، لان الراديو اختراع قديم ماضي يعني فوز. I felt worried as soon as، as soon as دي رابط، الرابط عايز قبله ماضي بسيط، يبقى اللي بعده كمان لازم يكون ماضي. طيب انا شعرت بالحزن بمجرد ما الطائره اقتلعت، معلوم ازاي؟ طيب يبقى توك اوف دي الاجابه الصح المنطقيه، تيك اوف معناها يقلع، توك اوف معناها اقلع. طب ليه مش هاد بين تيكن عندما الطائره اقلعت؟ بره اللعبه، ودي برضو اقلعت، ودي هاز تيكن اوف مضارع، طب ما ينفعش ناخدها؟ لا، لان قبل الرابط ماضي فاللي بعده ماضي. most of the novels معظم الروايات كتبت بواسطة نجيب محفوظ ما زالت تقرأ. تاني كده تاني، معظم الروايات كتبت ولا التي كتبت؟ لا التي كتبت. احنا متفقين على اتفاق منذ قديم الأزل ان انت في الجملة اللي زي كده بتعمل الآتي، ترجمت وقلت لي معظم الروايات التي، انت الأول كده قلت لي ايه؟ التي كتبت، يعني انت عايز مجهول وعايز كمان كان في ضمير وصل. فالطبيعي ان الجمله كانت which اكتب يا حبيبي which were written، اكتب بخط اوضح. فقيل ان انا المفروض اقول ايه؟ which were written، ونحذف ضمير الوصل ونحذف معاه الفيرب تو بي ونسيب التصريف الثالث. يبقى انا كده هختار مين؟ هختار written رقم بي. ومعنى الجملة على بعضها معظم الروايات التي كتبت، التي كتبت. طيب ليه ما ناخدش وير ريتن يا مستر؟ وير ريتن دي معناها كتب بس. طيب ليه ما ناخدهاش؟ طب تعال نجرب. ينفع اقول لك معظم الروايات كتبت بواسطة نجيب محفوظ ما زالت تقرأ؟ لا، التي كتبت. هافينج عايزين بعدها باست بارتيسيبل، ده لو معلوم. بينو الباست بارتيسيبل ده لو مجهول. الناس دي مالهاش علاقة بالموضوع خالص. طيب بعد أن صلحت السيارة بدت سريعة، يبقى بعد أن صلحت يبقى رقم سي. طيب 21 يقول لك وير نوت تيكن تو بريزن، اين اوخيز اللص. يبقى انت عايز ووز وير والباست بارتيسيبل، يبقى وين او وير ووز او هما لصوص جمع، فوير ذا سيفز تيكن ووز وير والباست بارتيسيبل، يبقى ده مجهول. الباقيين نقول لهم بقى ده هاف ذا سيك، يعني ده هيبقى معلوم، وذا سيفز وير تيكن مع مجهول فعلا، ولكن المفروض اداه استفهام فعل مساعد وبعدين فاعل، يبقى دي مقلوبه. في رقم 22 بيقول لك ماي براذر دازنت ليت هيم سيلف، يعني اخويا لا يدع لنفسه او لا يسمح لنفسه ان يغاز. ان يغاز ده مجهول، وانت عارف ان ليت لما نحب نستخدمها في صيغه المجهول بنجيب ليت ضمير منعكس وبعدين بي
والباست بارتيسيبل. فعشان كده ناخد بي تيست. يا مستر مش انت قلت لي ليه ما تجيش مجهول في فيديو الشرح؟ انا قلت لك ما ينفعش نستخدم بي لت، دي مش موجوده، مفيش حاجه اسمها از لت ولا ووز لت، مش موجوده. طيب having not coldly he got upset، بعد ان قوبل، بعد ان قوبل ببرود هو غضب. يبقى having دي في المعلوم بيكون باست بارتيسيبل، في المجهول بتكون بين والباست بارتيسيبل. فانت هتقول لي having been met. طب since the bridge، لان الكوبري ايه؟ it will help the traffic flow، سوف يساعد في تخفيف الازمه المروريه، لان الكوبري قد اكتمل بناؤه. طيب اذا انت حضرتك عايز اصلا بعد سينس، بما ان سينس هنا مش بتاعت مضارع تام، سينس هنا رابط، اللي عارفك انا مش مضارع تام، ما هو لو سينس بتاعت مضارع تام يبقى انا هيكون معايا مضارع تام وماضي بسيط، لكن هو مديني هنا مستقبل، يعني انا محتاجه هنا يا مضارع تام يا اما مضارع بسيط، بس انا عايز مجهول. اذا has been completed هي اللي صح. طيب ادخل على 25. after the death of her husband، بعد وفاة زوجها، المرأة المسكينة، أو المرأة المسكينة بقول هنا معناها مسكين، والصوت اعتقد انها عانت، انها عانت، يبقى تو هاف والباست بارتيسيبل انه فعل، يبقى تو هاف سفرد اللي رقم بي. اي نوت اباوت ذا اكسيدنت بيفور يو منشنت ات، انا لم اخبر، من الاختيارات كده يعني لم اخبر يعني مجهول، يبقى هادنت بين تولد. طب يا مستر ما هاف نوت بين تولد مجهول برضه ومعناها لم اخبر، هسه هقول لك ان ما دام في رابط بعده ماضي فاللي قبله هيكون ماضي، فعشان كده خدنا دي. Our cat قطتنا over by a fast car، قطتنا do he sat، do he sat ده مبني للمعلومة المجهول؟ لا ده مبني للمجهول يا مستر، خلاص يبقى أنت عايز was were والباست بارتيسيبل، يبقى was run over. بعد كده I didn't know، أنا لم أعرف ماذا كان يحدث أو ماذا حدث، ماذا كان يحدث. كلمة يحدث دي عايزك تعرف إنها تيجي مستمر عادي، لكن لا تأتي مجهول. إذا had been gone دي بره اللعبة، و has been gone بره اللعبة، was being gone بره اللعبة، إذا الاختيار الصح was going رقم B. While not the interviewer، بص أنا قلت لك لو المفعول مش مذكور في الجملة الأولى يبقى ده مبني للمجهول، طب لو المفعول مذكور يبقى ده مبني للمعلوم. إذا مفيش مفعول يبقى ده مجهول، يبقى بينما كان يفحص while being أو كان يعني يحاور، أو بينما كنت أحاور أيهما يعني. The interviewer asked me more than 50 questions. طيب الجملة دي منطقيا من حيث القواعد غلط، لأن إحنا حذفنا الفاعل والجملتين مش نفس الفاعل، بس إحنا طبعا من بين الاختيارات هنختار الأنسب، يبقى while being interviewed. I waited impatiently، انتظرت بلا صبر، as the road بينما الطريق كان يفتح، يبقى was being reopened. لا دي reopening، يبقى تروح شايلها تاني زي الشاطر، أنت عايز was being reopened، was being تصريف ثالث، يبقى رقم ايه؟ انا انتظرت بينما الطريق كان يفتح. طيب بعد كده في 31، before you were accepted for a job، قبل ان تقبل في الوظيفه هل انت اجري معك حوار؟ والله before اللي بعدها ماضي عايز قبلها ماضي، وكل الاختيارات ماضي، ده رقم واحد. ثانيا before بعدها الحدث الثاني قبلها الحدث الاولاني اللي هو ما يتعمل. had you interviewed يعني هل انت حاورت، were you interviewing يعني هل كنت تحاور، ودي برضو هل انت حاورت، كلهم معلوم، يبقى رقم بي اللي صح. not all side effects، ليست كل الجوانب او الاثار الجانبية درست او فكر فيها، يبقى انت عايز مجهود، وside effects جمع، يبقى were thought of. I didn't know that you not home، انا لم اعرف انك للمنزل، انك وصلت، يبقى معلوم اهو. طيب didn't ماضي، يبقى الجملة ماضي، فده مضارع بره اللعبة، مضارع بره اللعبة، فهناخد له had arrived. أنا ما كنت أعرف أنك وصلت، المعنى معلوم. طيب بعد كده they will arrive in time for dinner، هما هيوصلوا في الوقت المحدد المناسب للعشاء، جملة سليمة. يبقى أنت هتقول لي they are expected، هكمل لك أنا الصياغة عشان يبقى أنت كده مطمن، they are expected to والمصدر to arrive، متوقع إن هما يصلوا. طيب زي كانت اكسبكتد برضو تو، ونكمل ات از اكسبكتد ذات، وبعدها جمله سليمه، وانت هنا في الاختيارات او في الجمله قدامك هنا جمله سليمه، فاعل فعل مكملات، يبقى انت كده اصبحت الجمله ات از اكسبكتد ذات، من المتوقع انهم يصلون. هي تو ميك ا لوت اوف ماني، هو يعرف انه يكسب نقودا كثيره، والله هنا بقى هنقول هي از نون، بمعنى هو يعرف مجهول. تو هاف فاينانشال بروبلم، ان لديه مشكله مالية. it is reporting يعني يقول، it reported عايز قبلها verb to be عشان تبقى مجهول،
they are reported يعني هم يقال بأنهم، يبقى they are reported هم يقال بأنهم عندهم مشاكل مالية، يبقى رقم سي اللي هي بتبدأ بالمفعول وبعدين بي والباست بارتيسيبل تو ونكمل. طب it is reports مش موجودة في الإنجليزي، it is reported المفروض. I had fish أنا تناولت السمك على الغداء. أنت عارف إن الفيرب تو هاف ما ينفعش يجي مجهول خالص، فإحنا بنشيله ونحط الكلمة اللي بتدي معناه. لما تقول I have fish يعني I eat fish، أو I ate عشانها ماضي يعني هتقول I ate fish. طب ده معناها إن fish was eaten، أدي هنا fish was eaten. طب ليه مش دي يا مستر؟ ما هو was had مجهول برضه، ما هو have ما تجيش مجهول. Who welcomed you at the airport، من رحب بك في المطار؟ أنت عارف إن إحنا ممكن نعملها بالمجهول في شكلين، نروح عاملين هو في آخر الجملة باي، أو إنك تعمل باي هوم وتكتب الجملة على بعضها لحد الآخر. على سبيل المثال أنت بتقول لي هو welcomed you at the airport، يبقى هو where you welcomed by أو by whom where you welcomed. أنا مديني في الاختيارات رقم دي by whom where you welcomed at the airport. منا was visiting إسراء at night، منا كانت بتزور إسراء في الليل، ده معناها إن إسراء كانت تزار، يعني إسراء was being visited by منا at night. طب دي إسراء كانت تزور منا at night، ركز، منا كانت بتزور إسراء، يعني منا هي الزائر. هنا أنت بتقول لي إن إسراء هي اللي زارت، وهنا برضو ده إسراء، كل ده بره اللعبة لأن ده مضارع تام وكده، والجملة كانت مضارع ماضي مستمر. طيب رقم 41، رقم 40 I haven't been told أنا لم أخبر my exam results بنتائج الامتحانات yet بعد، ده معناها إن في اتنين مفعول، أنا لم أخبر بنتائج الامتحانات بعد. طيب ده معناها I haven't told لم أخبر، لأ. I have never told لم أخبر، برضو لأ. ده هل ده معناها إن نتائج الامتحان haven't been told لم تخبر إلي؟ بس دي المظبوطة. طيب my exam results have been told to me yet، أنت إزاي هتقول مضارع تام وبعدين yet؟ أنت كده لخبطت الدنيا، يبقى دي بره. He called me after finishing the report، هو اتصل بيا بعد ما خلص الريبورت، يعني خلص الأول، يعني هو هاند فينيشد يعني خلص التقرير قبل ان يتصل بي، او مظبوطه. طب التقرير هاد بين فينيشد انتهي منه يعني قبل ان يتصل بي، برضه مظبوطه. طيب هافينج فينيشد بعد ان انهى التقرير، يبقى كده اي بي اند سي كلهم صح. طب الاولانيه كان جايب حدث اولاني، ما احنا قلنا الانتهاء ده حدث اولاني، فيبقى ماضي تام، والثانيه ماضي بسيط، يبقى كده ظبطت الدنيا. رقيه هاز جيفن مي سام بوب كورن، رقيه اعطتني بعض الفشار، ده معناها ان انا اعطيته، خد بالك عندك اتنين مفعول كده، رقيه اعطتني يبقى ده مفعول اولاني، والفشار مفعول تاني، فانت ممكن تقول انا اعطيته فشارا او الفشار اعطي الي. تعال نشوف، I was given some popcorn by رقيه، اعطيته فشارا بواسطه رقيه، مظبوطه. طب I have been given some popcorn، الجمله من حيث المجهول مظبوطه صح. طب ليه؟ يعني او من حيث المجهول مظبوطه، سوري، من حيث المجهول هي مظبوطه. طب من حيث الزمن مظبوطه برضه، يبقى دي مظبوطه. طيب انت كده بعد ما قرات الثاني تحس بوخزه كده جواك، الجمله الاصليه has given زمانها مضارع تام، والراجل هنا قال لك was given ماضي بسيط، يبقى اذا دي كده باظت، الاولانيه دي كده بره اللعبه، لان الجمله المضارع التام لما نحب نحولها لمجهول لازم تتحول برضه مضارع تام، يبقى كده رقم ايه؟ بره اللعبه. طب some popcorn has been given اعطيه، دي مظبوطه، يبقى احنا اعترضنا على الاولانيه قلنا انها غلط لانها معموله مجهول بس ماضي بسيط. طب رقم بي وسي معمولين مجهول في مضارع تام، يبقى هما الاثنين صح، اذن الاجابه اصبحت بي اند سي اللي صح. طيب ادخل بعد كده على الجمله 43، بيقول لك the car that the mechanic repaired was mine، السياره التي اصلحها الميكانيكي هي سيارتي، ده معناها ان ذا كار ريبيرد باي ذا ميكانيك ووز ماين، هو ده. طب ازاي ذا كار ريبيرد يعني السياره صلحت؟ لا حضرتك انت لما ترجمت انت لقيت نفسك بتقول ان السياره التي اصلحت، يعني المفروض الجمله ويتش ووز ريبيرد، المفروض الجمله مكتوبه كده، حذفنا ويتش وحذفنا ووز وسيبنا ريبيرد، وهو ده اللي حصل. طب هنا ذا كار ريبيرنج دي مش بره لعبه خالص، ذا ميكانيك الميكانيكي ريبيرد ذا كار ووز ماين، الميكانيكي صلح السياره كانت ملكي، الجمله مش راكبه على بعضيها. ذا ميكانيك ريبيرنج يعني معناها الميكانيكي اللي بيصلح العربيه ده ميكانيكي بتاعي انا، برضو بره، يبقى الاجابه اصبحت رقم ايه؟ I believed that حسناء ate too much، انا اؤمن او اصدق ان حسناء اكلت كثيرا.
ده معناها ان حسناء يعتقد انها اكلت كثيرا، يعني حسناء was believed to have eaten too much. يبقى الاجابه كده رقم ب اللي صح. طيب it believed عايزين فيرب تو بي عشان افكر فيها. على فكره كان ممكن نقول it was believed that حسناء ate too much والجمله تبقى مظبوطه. طب حسناء تعتقد ان انا اكلت، انت عكست، ده انا اللي بعتقد. طب انا يعتقد انني اكلت، انت كده هتشيلني الليله مع اني ما اكلتش. حسناء اللي كلت يا عم، انا ما اكلتش حاجه. كده دي خلصت، كده اخر جمله معانا. طبعا انا خلصت كده جزئيه القواعد، وباقي معانا جزئيه واحده بس في الوحده الثامنه، وبكده يبقى خلصنا الوحده السابعه والثامنه مع بعضهم، وخلصنا محتوى شهر 11 وشهر 12 شغالين فيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.